بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. أن يبارك في هذا الشرف ويكفينا شرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحد بين عن نهجه ولا عن طريقته حتى يدخلنا مدخله ويريد مجموعات. الصديق رضي الله عنه قال: قد أعطيهم الجبنية، الجبنية مثل الشمالية، طيب شو يتسكت بس تعلمهم، أعطيهم الوقت مش تناقشوا في الجبنية. ترتيب نقطة واحدة. الآن شنو ندير لها الجوج؟ شنو الرجل يكون مهم؟ الإخوة الدراري الصغار صبحا وظهرا وعصرا وغدا وعشاء، ونسمع على الصلاة التراويح لمدة شهر كامل، فعمره 83 سنة، ويقدم له هذه الجائزة رمزية سيد القائد سيدي عمر بن الخطاب. شكرا مأجور. لا أستاذ، جزاكم الله خيرا. من خير ما شاء الله. السيد يقدم له جائزة تستكمل في الأساوي، ولذا تفضل مشكورا. نالت هذه الفتاة هذا الشرف، والوالدين ديالها كذلك نالوا هذا الشرف. لماذا؟ يعرفون القرآن ويقدمون. إذا هنا وصلنا إلى نهاية المسابقة.